أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للرجل الإسبال في الملابس الخاصة في البيت والنوم؟ لا يجوز الإسبال للرجل مطلقا، لا في البيت ولا في غيره. من اللي خصص البيت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما قال إلا في البيت. فالرجل يتجنب الإسبال في البيت وفي غير البيت. نعم.